مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لكم من الجزائرية الإخبارية. البداية بالانشغال الصحي. وفي آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا سجلت أمس 336 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13907 حالات مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 9897 حالة، من بينها 223 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 7 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 912 حالة، رحمهم الله جميعا. وقصد اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا كسر سلسلة العدوى، حملة تنظيف وتعقيم واسعة بولاية ورقلة إلى جانب توزيع أقنعة وقية على المواطنين، عن كتب محمد شوقي بنيف. ما تزال حملات النظافة والتعقيم مستمرة بجميع أحياء ولاية ورقلة بمشاركة جميع الفاعلين كجمعيات من المجتمع المدني والمصالح المختصة للحد من الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19. بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية تقوم بحملة نظافة واسعة لجميع أحياء مدينة ورقلة الكبرى، ونطلب العون والمدد من المواطنين في هذه الحملة للحد من وباء كورونا وخاصة في ولاية ورقلة. تسليم وتوزيع الأقنعة الواقية على مرتدي الطرقات والمواطنين، بالإضافة إلى حملات تحسيسية توعوية بضرورة ارتدائها، وكذا تطبيق التباعد الاجتماعي وتطبيق التعليمات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس. وماذا بينا نديروا كمامات؟ ماذا بينا الإنسان اللي يروح وتجمعات هذه بعدها؟ من بعد هذه التجمعات ومن بعد هذا الانسان يتمشى كما نقولوا زوج ولا مع بعضهم يعطوا المسافه تاعهم. احنا ماذا بينا كاع المواطنين هنايا في ولايه ورقلة يحسوا باللي هذا المرض راه خطير وراه ينتشر بسرعه، ولازمنا نقوموا بكل الاجراءات والتدابير اللازمه من اجل الحد من انتشاره، هو التزام بالبقاء في البيت والخروج الا للضروره. الوقايه اليقظه والحذر، هذا بلاء من عند ربي سبحانه، إن شاء الله نطلب ربي يرفع عنا الولاء البلاء، وإن شاء الله ما يكون غير الخير وترجع حياتنا الطبيعية إن شاء الله. فتطبيق الإجراءات الوقائية أصبح من الضروري الآن، خاصة بعد تسجيل ولاية ورقلة لعدة إصابات جديدة من فيروس كورونا المستجد. وفي ظل الوضع الصحي الاستثنائي، جهود كبيرة وحثيثة تبذلها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية وهران للتكفل بالأشخاص بدون مأوى. من وهران مع خضرة شكر. مع ظروف الحجر الصحي، تواصل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بوهران خرجته الميدانية لإجلاء الأشخاص دون مأوى نحو مراكز الإيواء. الحالات التي تم التعامل معها ونقلها المصلحة، تم تطبيق الإجراءات الحجر الصحي، ومن بعد التأكد من الحالات باللي ما عندهاش عدوى من خلال وباء كورونا، يتم التنسيق مع مؤسسات التابعة لقطاع التضامن على غرار ديار الرحمة ودار العجزة من خلال إدماج هذه الحالات. الحالة المسترجعة من الشارع يتم التكفل بها على مستوى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية أين يتلقون الرعاية اللازمة. هناك التكفل من الناحية النفسية، التربوية، الطبية وخاصة الاجتماعية. رانا يوميا نقوم بتحقيقات اجتماعية، وذلك لغرض إعادة إدماج الشخص بدون مأوى بالوسط العائلي، ويبقى الرجوع للعائلة أحسن علاج. الحق ملي جيت هنايا استربوا بيا، ما خلوني وين يديروني. كتر خيرهم، رفدونا حتى من فوق اللازم تاعهم، كي تشرهم ما رفدينا كاينين شاربين والحمد لله. وتأتي هذه العملية في سياق التصدي للوباء وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره. إلى ولاية قسنطينية الآن، حيث استفادت العديد من مناطق الظل من عدة مشاريع تنموية، والأنموذج من بلدية ديدوش مراد التي استفادت من ربط أكثر من 200 منزل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى برامج تنموية أخرى. من قسنطينة مع أمينة بعطش. بوادر التنمية بمنطقة الرسبة ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة بدأت تتجسد، حيث تم الانطلاق بربط ما يفوق 200 منزل بالغاز الطبيعي كشطر أول، مع المواصلة في عملية توسع شبكة التزود بهذه المادة الحيوية لتشمل باقي سكان المنطقة. يا أخي اليوم إن شاء الله تنينا
ماذا بينا زدوا يطلقوا ان شاء الله اللي مازالوا بيسك ماش غير حنايا اللي في الازمه هذه مازال جماعه بزاف. وضعنا حيز التشغيل 286 منزل، وسنقدم كذلك من خلال التمويلات نتاع الميزانيه نتاع الولايه لسنه 2020 نصيب او تمويل اضافي للقضاء على كل المنازل اللي لربما ما لحقهاش الغاز. أما بخصوص مشكل المياه الذي عانى منه السكان لمدة طويلة، فقد تم تشغيل محطة للضخ لتحسين توصيل المياه الصالحة للشرب من جهة، وكذا معالجة مشكل الأعطاب من جهة أخرى. علاه كاينين اللي يطلقوا من الديار، كاينين اللي عندهم كونتوريز وعندهم كلش وكاين ديار ما كانش. من المستحيل باش نقول لك راني نطلق هذا الشاطو ونقول لك لا ما نجيب لكش لا كوندويت. مي باش هذه خصني بليزيسي نعرف شكون اللي راه عنده الماء، شكون اللي لا كوندويت تاعها خاسره، شكون اللي ما راهاش وصلت له، اللي ما راهاش وصلت له لابد نديروا برنامج ونوصلوا له. كما ستستفيد المنطقه باعتبارها منطقه ظل بمشاريع تربويه واخرى متعلقه بتحسين المسالك والطرقات لتخفيف العناء على الساكنه. كوسي دار قنوات فرع يعكف على إنجاز مشاريع تنموية من خلال تصفية مياه المستعملة وتهيئة المدينة الجديدة بسيدي عبد الله بطرق حديثة وصديقة للبيئة بمقاييس دولية. ربيع بوزيدي. شركة كوسيدار مؤسسة وطنية رائدة في إنجاز مشاريع تنموية بسواعد جزائرية وبمقاييس عالمية. نقف اليوم عند أحد فروعها كوسيدار قنوات التي تنفذ مشروعي محطة تصفية المياه المستعملة بسيدي عبد الله وتهيئة المدينة الجديدة بتقنيات وطرق حديثة. هذا المشروع يمكن استيعاب المياه المستعملة لما يعادل 200 ألف ساكن، حيث تستطيع تنقية 32 ألف متر مكعب يوميا. هذا المشروع يندرج ضمن اتفاقية المحافظة على البيئة في حوض المتوسط، والذي من شأنه أيضا أن يسهم في سقي الأراضي الفلاحية. هذا المشروع جاء في إطار اتفاقية بلدان البحر الأبيض المتوسط لتصفية المياه التي تصب في البحر الأبيض المتوسط، حيث تصب فيه سنويا 650 طن من المياه الغير صحية. تهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله بتقنيات وأساليب مبتكرة تحقق الاستدامة للمدينة. كل 50 متر عندنا غرف لسحب الكوابل و كوموندير سيدي شومبر دو تيراج شاك 50 متر. صافي دير سي با لا بان نعاودو نحفرو ونعاودو نديرو شاك 50 متر ويكون توزيع جديد للسكنات، نقدروا نزودوهم بلا ما نعاودو نحفرو ونكسروا المدينة الجديدة من ضرا وجديد. هذه القنوات تتميز ب سهولة الاستعمال ومدى الحياة الطويل. كوسيدار تحاول كوسيدار قنوات مشاريعها دائما تكون ذات نظرة صديقة للبيئة وخاضعة للمقاييس الدولية. هي آفاق واعدة لتطوير مشاريع صديقة للبيئة وذات نظرة استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة. دوليا ينتظر العالم اليوم إذا كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستعلن عن مخططها الرامي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث نددت أمس الأمم المتحدة بخطة الاحتلال وحذرت من صدمات ستبقى لعقود، فيما شهد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك اقتصادي لحكومة الاحتلال في الأسابيع الماضية حملة دبلوماسية ضد مخطط الضم. وللتنديد بالمخطط الإسرائيلي الأمريكي يقف الفلسطينيون رجلا واحدا، حيث تعددت أشكال المقاومة ولكن الموقف واحد وثابت، نصرة القضية الفلسطينية. خديجة بشارات الفلسطينية التي جعلت من ريشتها منبع إبداع لتساند أبناء وطنها تقول أسماء تركي. لم تجد هذه الفلسطينية سوى الريشة واللوحة للتعبير عن رفضها لقرار الضم وصفقة القرن وإلحاق صوتها بطريقتها الخاصة دعما لأبناء وطنها. هذين كل يوم مصادر، كل يوم احتلال، تفتيش، يعني اختارات، هذا الاشي بنمارسه احنا تقريبا شبه يومي. فهذا بيأثر كمان انه كيف الواحد بده يطور افكاره في مواضيع الرسم على اللوحات، يعني لوحات تعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون جراء الاحتلال الاسرائيلي وتعبر عن تعلقهم بكل جزء من هذا البلد. هذيك لوحات بوصل للعالم الخارجي وللعالم، الشعب العربي
كله يعني عن طريق لوحات بوصلهم كيف ممارسة الاحتلال علينا وكيف الانتهاكات اللي بتصير علينا عن طريق لوحاتي أنا. إحنا رافضين أصلا الضم قطعيا، مش رايحين نوافق على هذا الإشي حتى لو إجباري، رايحين نقاوم أقول لك في السبل الموجودة عندنا. مقاومة الشعب الفلسطيني ورغم اختلاف طرقها لم تتوقف يوما، وهذه الفلسطينية تنخرط لمساندة التحركات الفلسطينية رفضا لمخطط الاحتلال. تمكنت المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظمته أمس الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، تمكنت من جمع مساعدات بقيمة 7.7 مليار دولار، وذلك للتخفيف من أثر الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين الذين شردتهم الحرب منذ 9 سنوات مع الأزمة الصحية التي تضرب العالم. لقي أمس 13 شخصا مصرعهم على الأقل جراء حريق في عيادة سينا الطبية شمال طهران، حيث نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق الذي وقع نتيجة انفجار كبسولات الأكسجين وإنقاذ نحو 15 شخصا. دوليا دائما يستعد اليوم الاتحاد الأوروبي لفتح مجاله الجوي أمام 15 دولة التي يعتبر وضعها الوبائي مرضيا، مستثنية من القائمة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. هذا وسجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة للإصابات بالفيروس والتي بلغت أكثر من 46 ألف حالة في اليوم الواحد ووفاة أكثر من 1000 شخص. أما البلد الثاني الأكثر تضررا هي البرازيل بأكثر من 140 ألف إصابة ووفاة 59 شخص. عودة إلى الوطن، ونختم النشرة بالذاكرة التاريخية ونحن على مشارف إحياء الذكرى 58 عيدي الاستقلال والشباب، وقفة في هذا الفاتح من شهر جويلية مع حدث مهم كان له أثر بارز في تحديد تاريخ استقلال الجزائر، استثناء تقرير المصير حيث صوت الشعب الجزائري بكلمة واحدة لصالح الحرية والاعتناق. تقرير غنية وعدية. بعدما قطعت ثورة نوفمبر شوطا كبيرا من الكفاح المسلح وعجزت فرنسا الاستعمارية على وقف سير العمليات الفدائية والحربية، ووسط ضغط الرأي العام الداخلي وكذا الأزمات الاقتصادية والمالية التي أنهكت فرنسا، اضطرت إلى الرضوخ لمبدأ التفاوض مع الجزائريين، خاصة مع اقتناعها بعدم جدوى الخيار العسكري لمواجهة الثورة. بعد عدد من اللقاءات غير الرسمية التقى الوفدان في جولة مفاوضات جديدة ما بين 7 و18 مارس 62، اختتمت باتفاق الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة المستعمر الفرنسي على وقف إطلاق النار كليا على جميع التراب الجزائري بداية من 19 مارس من نفس السنة. وقد تمخض عن ذلك ردود فعل إجرامية إرهابية قامت بها منظمة الجيش السري، حصدت أرواح مئات الجزائريين بين مارس وجويلية 62. ورغم كل العنف الممارس ضد الجزائريين، سجل التاريخ عزمهم على نيل الحرية بالسعي نحو تقرير المصير، وهو من بين ما تضمنته نصوص اتفاقية إيفيون. فكان الاستفتاء في الفاتح من جويلية 62 يومين بعد ذلك في 3 جويلية كان إلزاما على فرنسا الاعتراف علنيا باستقلال الجزائر، لينتهي بذلك استعمار همجي غاشم دام أكثر من 130 عاما. رحم الله شهداء الجزائر. نختم النشرة، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. المواقع الإلكترونية في الخدمة، في أمان الله.